اهلا بيكم معايا من جديد، يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين. لاول مره بتتابعني على القناه معاكم غاده. النهارده ان شاء الله معاكم فكره الورده دي بالفوم زي ما انتم شايفين، ومعاها الكارت ده. ممكن نعملها ونقدمها كهديه حلوه في عيد الام، او لو احنا في المدرسه ممكن نعملها ونقدمها للمس بتاعتنا، ولو حد من اصحابنا عنده اي مناسبه او عيد ميلاد ممكن نعملها ونقدمها له. كل اللي هنحتاجه ورق فوم ساده او جليتر، او ممكن تستغنوا بورق الفوم اللي انتوا بتستخدموا، قماش الجوخه هتلاقوهم برضو بيتباعوا في المكتبات. فهنحتاج ورقه فوم، انا اخترت اللون الاحمر مقاس 11.5 × 23، ورقه تاني مقاس 1.5 × 23، ورقه من الفوم اللي هو الاخضر الجليتر مقاس 3.5 × 25 سنتي. وهنحتاج عصايه شوي وشريط عشان نغلف بيها اللي هي العصايه بتاعه الشوي. وهنحتاج الورق الشفاف دوا اللي هو بيبقى ورق اللي هو بيتغلف بيه التصوير في المكتبات، ممكن تستغنوا عنه، تستخدموا اي ورقه زي كده في اي دوسيه موجود عندكم، او ممكن تستخدموا اي كيس يكون تقيل وشفاف موجود عندكم في البيت. الورق ده اسمه ورق الاي 4 بتاع التصوير، تغليف التصوير، اسالوا عليه في المكتبات هتلاقوه موجود. الخامات والمقاسات هكتبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وهنحتاج مسدس شمع ومقص. هنبدأ نجهز الورق الفوم بتاعنا. هنجيب الورقه اللي هي مقاس 11.5 × 23 وهنبدأ نتنيها نصين وهنقصها بالمقص. بعد كده الورقة التانية هنبدأ نتنيها نصين برضو. بعد كده ورقة الفوم دي هنبدأ نتنيها نصين وهنبدأ نفتح فتحة حوالي مثلا 3 سنتي من هنا من الجنب ده، و 3 سنتي من الجنب ده، وهنبدأ نتنيها الناحية التانية. وهنعمل نفس الفتحة. بقت معايا بالشكل ده. بعد كده من الجنب هنبدأ نعمل شكل الوردة. هنجهز الورقة الخضراء برضو، هنبدأ نتنيها واحدة طويلة وواحدة قصيرة بالشكل ده علشان نعمل فرع ورد طويل وفرع ورد قصير. وهنبدأ نتنيها نصين وهنبدأ نقص الأطراف بتاعتنا من فوق على شكل الورقة. بقت معايا بالشكل ده. الورقة التانية هنجهزها بنفس الطريقة. المربعات دي برضو هنقصها على شكل ورقة، برضو ورقة ورد هنقصها بالشكل ده. ومن الطرف فوق هنقص حتة بسيطة خالص صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. هنجهز التلاتة التانيين بنفس الطريقة. نجيب عصاية الشوي والشريطة اللي هي مقاس 1.5 × 23 وهنبدأ نلفها عليها. هنجيب ورقة الفوم اللي هي الأحمر وهنبدأ ندخل فيها عصاية الشوي، ومن تحت هنحط لزق شمع وهنثبتها. بعد كده هنثبت الورقتين دول اللي قصاد بعض بلزق الشمع، هنحط لزق شمع على الطرف هنا. بعد كده هنبدأ نثبت الورقة دي على التانية بالشكل ده، هنضمهم على بعض.
والناحية التانية نفس الطريقة. هتقفلوا الورقتين على بعض كده. هنبدأ نقفل الورقة دي عليهم بالشكل ده، والورقة التانية بنفس الطريقة. كده هنبدأ نثبت أجزاء الوردة دي. هنبدأ نحط لزق شمع على الطرف، وهنبدأ نثبتها في الجزء اللي هو المفتوح ده. نثبت الورقة التانية، في الجزء اللي هي قصاد الوردة اللي احنا لزقناها دي هنثبتها بالشكل ده. والأجزاء اللي من تحت دي هنبدأ نثبتها على الوردة. الورقة الثالثة، هنزقها في الجزء ده. ثبت الشريطة الخضراء على اللي هي عصاية الشوك. هنبدأ نلفها عليها بالشكل ده. هنجيب الورقة الخضراء وهنبدأ نجيب عصاية الشوي، وهنبدأ نحدد كده عليها شكل الورقة. وبإيدينا هنبدأ نشد الورقة كده بالشكل ده. نبدأ نثبتها، هنحط لزق شمع من تحت. هنضم الورقة على بعض بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نجيب الورقة الشفافة بتاعتنا عشان خاطر نبدأ نعمل البوكيه بتاع الوردة، وهنبدأ نلفه كده. وباللزق هنبدأ نثبته. نجيب قطعة من القماش اللي هو الأحمر، لو ما عندكمش ممكن تستخدموا اللي هو قماش التل، أو ممكن تستخدموا جلاد أحمر. بعد كده هنبدأ نحط الوردة عليها بالشكل دوا، طبعا قماشة بأي حاجة، وهنبدأ ندخلها بالشكل ده. كده هنبدأ نثبت كارت بالشكل ده على الوردة. قصيت على الورق اللي هو الكانسون، أو ممكن تقصوه على الورق الاي فور، قلب بالشكل ده وخليتهم ماسكين في بعض من فوق بالشكل ده، وكتبت هنا كلمة لوف. طبعا ممكن تكتبوا أي كلمة تاني. بعد كده هتجيبوا شريطة لونها أحمر أو أي خيط عندكم. بعد كده بعصاية الشاي هنبدأ نفتح فتحة كده صغيرة من فوق علشان ندخل فيها الشريط. بعد كده هنبدأ نربطه، وهنبدأ نشده بالشكل ده. يعني هنعمل عقدة صغيرة علشان خاطر تمسك في البوكيه. بعد كده هنبدأ ندخل الخيط في الكارت، وهنبدأ برضو نربطه.
وده بقى شكل الوردة والبوكيه بعد ما خلصته، شكله جميل جدا وهدية حلوة جدا في عيد الأم. يا رب تكون فكرة الفيديو بتاعي عجبكم النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تتابعوني، واستنوني الفيديو الجاي فكرة جديدة إن شاء الله.